نمت صحيت تاني يوم الصبح على الطريق بتاعي الراس غارب، والحمد لله المرة دي ما اتحركتش على غارب بالليل. صحينا بدري، الساعة دلوقتي 6:30 الا 5، وانا بقالي تلت ساعة على العجلة بس. قطعت في التلت ساعة اللي فاتوا دول 6 كيلو، وماشي على متوسط سرعة 20 كيلو في الساعة. ما اقدرش اقول ان الهواء في وشي لان هو حاليا مفيش هواء، بس السرعة اللي انا بعملها بالعجلة هي اللي بتعمل شوية مقاومة ضدي شوية. امبارح كانت كل الطواحين اللي على اليمين دي بتلف، او معظمها على الاقل. دلوقتي علشان الدنيا صبح بدري فلسه الهواء ما شدش، ف مفيش لسه اي حركه. المنطقه دي صراحه بحبها جدا، بس غير كده المنظر اللي على يميني حلو يعني. كل مرة ببقى راكب الطريق بتاع زعفرانة الراس غارب بنبهر تاني، لأنه الجبل مع البحر بيبقى كده شكل مفرح. كان في موقع كده على الشمال كان تحفة، هو الحقيقة كافيتيريا والطريق الصحراوي، وبعد كده صخرة، وبعد كده مية صافية تماما. نزلنا أنا والكرو قعدنا نلعب شوية في المية، وده أصلا مكان عربيات النقل بتقف فيه علشان تنزل تفرفش شوية كده من الطريق. ذكريات برضو، انا الطريق ده بحبه جدا. الطريق ده واحد من احلى الطرق بالنسبة لي، يعني طريق بحر الاحمر مش طريق راس غارب بس، السكة دي كلها الجنوب ده، طول ما انا نازل جنوب الهواء بيبقى في ظهري. السفريه بتاعتنا كان فيها اكشن كتير له علاقه بالهواء، كان ساعات الهواء بيبقى في صفنا وساعات كان بيبقى مدمرنا خالص. انا فاكر ان زعفرانه كان فيها عاصفه، اليوم بتاع راس غارب اليوم ده بالذات كان يوم تحفه، انا فاكره كويس. نزلت في نص الطريق انزل ميه، اسبح في نص الطريق، وقعدت ارقص بالعجله كتير قوي هنا. انا فاكر كويس ان هنا كانت واحده من احلى الاوقات اللي في السفريه. كملت الطريق بتاعي الغارب، وصلت غارب اخيرا في النهار شوية، لحقت ان انا اكون بزور شوية معالم كده في غارب. هي عامة يعني المدينة دي على قد ما هي صغيرة وعلى قد ما احنا متخيلين ان هي مدينة بس بتاعت بترول، هو ليها برضو تاريخ وليها برضو حكاية.